مشاهدينا، جولتنا الصحفية لهذا اليوم تقريبا خصصناها للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة الوسط البحرينية التي نطالع منها. ديزني تطور روبوتا بشريا للعناق. جاء في تفاصيل الخبر: كشف طلب براءة اختراع جديد أن شركة ديزني تبحث تطوير أول روبوت بشري مستوحى من شخصيات الرسوم المتحركة. وكشفت وثيقة حصول الشركة على براءة الاختراع عن نموذج الروبوت المصمم لأن يكون ناعما ومتينا في آن واحد من أجل التفاعل مع البشر. اخترنا لكم مشاهدينا من صحيفة اليوم السابع المصرية: باحثون يطورون أنظمة حديثة تسمح للروبوتات بتتبع البشر ومراقبتهم. بدأ باحثون بتطوير نظام جديد من شأنه السماح للروبوتات والأجهزة الأخرى من تتبع البشر ومراقبتهم بشكل دقيق للغاية، وهذا من خلال التكامل مع أنظمة المراقبة الأخرى مثل الكاميرات الذكية ووحدات التتبع الأمنية المركزية. صحيفة القبس الكويتية مشاهدينا عنونت بين صفحاتها: جوجل تطلق أداة جديدة لجعل الرسم أسهل ما يمكن. أطلقت شركة جوجل أداة جديدة للرسم تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على رسم ما يحبون بسرعة ومجانا وعلى مختلف المنصات. وقالت الشركة إن أوتو درو، والتي تعد أحد مخرجات مختبر جوجل الإبداعي، هي نوع جديد من أدوات الرسم بين تعلم الآلة مع رسومات من فنانين موهوبين لمساعدة الجميع على تحويل أي شيء بصريا وبسرعة. وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدينا من صحيفة البيان الإماراتية التي نقرأ منها في الصحة: علكة تكشف إذا كنت مصابا بالسرطان. ابتكر علماء شركة فولاتايل أناليسز في ولاية ألاباما الأمريكية أنواعا مختلفة من العلكة صممت لكشف عدة أنواع من السرطان، منها سرطان البنكرياس وسرطان الرئة وسرطان الثدي. وأفاد باحثون في هذا المجال بأن هذه العلكة قد تنهي الحاجة لفحوصات الدم التي تستخدم اليوم للكشف عن السرطان.